مشاهدينا الكرام، بشأن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي اليمني سيد ياسين التميمي. أهلا بكم سيد ياسين. بداية، المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث يتوجه إلى العاصمة صنعاء من أجل مزيد من المباحثات مع ميليشيا الحوثي حول تذليل العقبات في سبيل تنفيذ اتفاق السويد. كيف ترى مهمة المبعوث الأممي في صنعاء، وهل يتجاوب الحوثيون مع الجهود الأممية؟ تحية لكم ولمشاهدي قناة الرافدين. أنا أعتقد أن مهمة المبعوث الأممي هذه المرة ستواجه بعض الصعوبات قبل التصعيد من جانب الحوثيين في مواجهة الترتيبات الأممية في الحديدة، وهو تصعيد بطبيعة الحال يهدف إلى إفشال هذه المهمة وإفشال هذه الترتيبات بعد أن اعتقد الحوثيون أن المضي في هذه الترتيبات من شأنه أن يفقدهم السيطرة على مدينة الحديدة وعلى موانئها الثلاث. الحوثيون يريدون إرباك ترتيبات المتحدة الحديدة، لهذا صعدوا في وجه رئيس بعثة فريق المراقبين. لهذا المبعوث الأممي من ضمن أولوياته أن يتمكن 75 مراقبا دوليا من التواجد في مدينة الحديدة، وبطبيعة الحال هؤلاء المراقبين لن ستكون مقر إقامتهم في المنطقة التي يسيطر عليها الحوثيون، وهو طيب. معني ب الحصول على موافقة من الحوثيين لوصول هذا الفريق إلى مدينة الحديدة. سيد ياسين، كلامك يؤيد حديث وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني الذي قال إن ميليشيا الحوثي تدفع باتجاه إفشال اتفاق ستوكهولم، لا سيما البنود المتعلقة بانسحابها من مدينة وموانئ الحديدة. السؤال هنا، لماذا إذن برأيك وقع الحوثيون على الاتفاق إذا كانوا سينقلبون عليه بهذه الطريقة؟ الحوثيون قبلوا باتفاق ستوكهولم المتعلق بالحديدة لأنهم كانوا يحتفظون بتفسيرهم الخاص يتعلق بالسلطة المحلية التي ستشرف إداريا وأمنيا على مدينة الحديدة، وكانوا قد وصلوا أنفسهم على أن هذه السلطة هي نفسها التي تخضع لأوامرهم ونفوذهم، لكن هذا التفسير لم يقبل لا من قبل الأمم المتحدة ولا من قبل السلطة الشرعية. لهذا اكتشف الحوثيون انهم اخذوا ربما الى مربع خطر جدا فيما يتعلق بتواجدهم في الحديده، لكن انا اعتقد ان خيارات الحوثيين اصبحت محدوده، اما ان يواجهوا معركه غير متكافئه اذا عملوا على افشال او عمدوا الى افشال هذا الاتفاق، او انهم يقبلون بهذا الاتفاق ومن ثم في نهايه المطاف لن يكون امامهم سوى الانسحاب وانهاء نفوذهم العسكري والامني في هذه المدينه وفي هذه المحافظه. طيب، وزير الإعلام اليمني عذر المقاطعة أشار إلى أن إيران تقف خلف هذا التعنت الحوثي إزاء تنفيذ اتفاق ستوكهولم. ما المصلحة الإيرانية من تعطيل الاتفاق أو إفشاله؟ إيران تقف مع الحوثيين منذ البداية وستقف معهم حتى النهاية، وبالتالي استدعاء إيران في كل مرة هو جزء من يعني تنميط الصراع القائم في اليمن على أنه مواجهة إقليمية مع إيران. نعتقد أن إيران يمكن أن تحيد بشكل كامل إذا ما قررت السلطة الشرعية ومن خلفها التحالف المضي قدما في معركة استعادة الحديدة حتى بدون الحاجة إلى وساطة أممية، ولكن الذي أوصل الأمور إلى ما وصلت إليه هو إخفاقات السلطة الشرعية وإخفاقات التحالف والضغوطات الدولية. ولا نحتاج حتى للقول بأن الحوثيين يعملون ذلك لأن إيران تشجعه. الحوثيون بالأصالة عن أنفسهم أولا، هم لا يريدون أن يفقدوا الحديدة بأي حال من الأحوال، وبالطبع إيران هي مع الحوثيين منذ البداية وهي التي صفقت لإسقاط صنعاء، لكن من الذي أسقط صنعاء في نهاية المطاف؟ الذي قدم صنعاء على طبق من ذهب لإيران هي الأطراف الإقليمية للأسف الشديد، واليوم لا زال بالإمكان التعاطي مع الوضع في اليمن من خلال جدية حقيقية من قبل التحالف في دعم الحكومة الشرعية وليس سيف إضعافها كما نرى اليوم، وفي تقوية الدولة اليمنية وليس في إضعافها وتكتيكها كما نرى اليوم، وبالتالي إيران سوف تحيد بالكامل إذا كانت هناك مصداقية في التعاطي مع الوضع في اليمن. سيد ياسين، هناك محللون للشأن اليمني يرون أن الدور الأممي هو دور مميع للقضية، دور قد يميل أحيانا إلى الوقوف مع الحوثيين أو إطالة أمدهم وإطالة أمد الصراع كذلك في اليمن، هل تؤيد هذا الطرح؟ نعم، هذا الطرح واقعي. الأمم المتحدة عملت منذ وقت مبكر على تمكين الحوثيين وتحويل مغامرتهم العسكرية إلى مكاسب سياسية واضحة، ورأينا كيف أنه عندما جاء الحوثيون إلى صنعاء قبل أن يستكملوا سيطرتهم العسكرية كانت الأمم المتحدة قد جهزت اتفاقا اسمه اتفاق السلم والشراكة الذي يمكنهم
من السيطرة من الحضور بقوة في جسم الدولة اليمنية، ولكنهم حتى هذا الاتفاق لم يحترموه. ومع ذلك الأمم المتحدة ومن خلفها الدول الغربية يسعون دائما إلى إبقاء الحوثيين حاضرين في الدولة اليمنية وفي صناعة قرار الدولة اليمنية. ومعظم الترتيبات، والأخطر من هذا حتى أن دول التحالف ربما تقبل في مرحلة من المراحل في هذه الصفقة. فالأمم المتحدة كما هي الدول الغربية ليس من ضمن خياراتهم إنهاء وجود الحوثيين عسكريا. يعني السلطة الشرعية تقبل بوجودهم السياسي، لكن لا تقبل بأن يكون لديهم مخالب وأن يكونوا متفوقين عما عداهم من الأطراف السياسية. لكن الأمم المتحدة تعمل على تثبيتهم بقواتهم العسكرية والأمنية ومكاسبهم الجغرافية في الترتيبات المستقبلية، وهذا أمر يعني معروف. الأمم المتحدة حددت أسبوعين كمدة لاستكمال مشاورات لجنة تبادل الأسرى في اليمن، هل هذه المدة كافية لإنجاز هذا الملف في ظل العقبات التي تعترض تنفيذ الاتفاق؟ يفترض أن هذه المدة كافية، ويفترض أن يكون الطرفان قد أنهى هذا الموضوع منذ وقت مبكر، خصوصا وأن هذا الاتفاق بالذات من ضمن التفاهمات السكون تم توقعه قبل أن يذهب الطرفان إلى ستوكهولم. لكن من الواضح أنه ليس هناك جدية، خصوصا أن الحوثيين اليوم بدأوا يتحدثون عن صفقات السعودية جزء منها. مثلا هناك يتحدثون عن أسرى موالين لهم في السعودية ويقولون بإطلاق سراحهم. هذا الأمر يعقد تنفيذ هذا الاتفاق بالشكل المطلوب ويخرجه من سياقه الصحيح. وهذا اتفاق ستوكهولم فيما يتعلق بالحديدة مضت المرحلة الأولى التي كان يفترض خلالها أن يجري إعادة الانتشار في المنطقة الحرجة، ولم يتم من هذا شيء. الأمم المتحدة حتى هذه اللحظة لم تتسلم إدارة الموانئ الثلاث حتى هذه اللحظة، ولم يحدث من ذلك شيء. وبالتالي نتوقع أيضا أن تمر مهلة الأسبوعين ولم ينفذ الحوثيون أو الطرفان التزاماتهما تجاه اتفاق تبادل الأسرى. سيد ياسين التميمي الكاتب والمحلل السياسي اليمني، شكرا جزيلا لك.